وجدت الأرقام لأكسرها، وإن لم يجد رقما يكسر سيصنع واحدا آخر. أرجنتيني الأصلي والهوية، عندما تكون الكرة بين أقدامه تراها وكأنها جزء منه، يحركها كيفما شاء. ليونيل أندريس ميسي، معجزة التانجو. خلال مونديال 2022 يستمر ليو في هواياته، فيكسر رقما ويمتع عينا ويذهل الحاضرين. فبعد مباراة كرواتيا والأرجنتين، تمكن أكبر راقص التانجو من الوصول إلى 11 هدفا، ليصبح بذلك الهداف التاريخي للأرجنتين في المونديال، متخطيا بذلك رقم مواطنه باتيستوتا الذي ظل صامدا لعشرين عاما. ألم أقل لكم أن الأرقام تتكسر معه؟ مارادونا يلحق بباتي جول وتكسر أرقامه. ميسي اليوم أصبح أكثر من صنع للتانجو في المحفل العالمي، رقم تلو آخر، حتى أصبح ميسي أكثر من حصل على جائزة أفضل لاعب في مباريات كأس العالم بعد أن حصل عليها 10 مرات. بعد كل هذا، ماذا تبقى لك يا ليو؟ هل ستكتفي بكوبا أمريكا أم ستحقق ما حققه مارادونا قبل 36 عاماً؟